بشوفه كتير في ورديه الحراسه بتاعتي، يجي في الوقت ده ويفضل واقف قدام القواحين لحد ما الشمس تغيب ويدخل علينا الليل، ويروح واخد بعضيه ومروح موالي. ادي ده منه قسيس. يا راجل احنا مالنا وماله، خلينا في حالنا. اشرب الشاي. اشرب. انت بتقول ايه؟ احنا غفرة بتوع المنطقة، ودي منطقة أثرية، يعني أي حد يجي فيه لازم نفهم هو جاي ليه، دي مسؤولية. أنا هروح أشوف إيه حكايته. خلاص يا أبويا، المكان هنا خطر، منطقة بدالة حرامية وقطاع طرق، أنا خايف عليك، أنا خايف عليك يا أبويا. انت اللي بتحرس المنطقه دي؟ ايوه، انا غفير الاثار في المنطقه دي. طب اسمع بقى يا غفير الاثار، انا عايز اسكن في الطاحونه دي. طاحونه دي وين هتسكن فيها ليه؟ دي منطقه اثريه وحواليها صحرا مليانه دياب وتعابين وحراميه، ربنا يكفيك شره. انت زعلان ليه؟ قول لي بس مين المسؤول عن المكان ده؟ أنا المسؤول الكبير عن المكان ده. طب كويس، لكن المسؤول الكبير ده هو جوي مدير الأعصاب. طب ممكن تتعطف على راجل غلبان زي حالاتي وتقول لي اسمه ومطرحه؟ أنا ما أعرفش اسمه، عارفينك بيه. وعلى كل يا سيدي، اسمه الدكتور حسين فؤاد رعشة. الدكتور حسين فؤاد راشد، الاسم ده يا راجل ما كنت تقول كده من بدري، اهي اتحلت على ايدك اهي. انت راجل مبروك، وعلى قريب ان شاء الله المكان ده هيغمر ويتبني ناس لانسك واختتك. ربنا يبارك على اذنك. سلام ونعم. ايه اللي اتحلت على ايدي دي؟ لو سمحت يا حبيب ابوك، إن أمكن عايز أقابل الدكتور حسين فؤاد. الدكتور حسين حتة واحدة؟ طيب بقول له مين؟ قول له الراهب العابد اللي انت. قول أبونا مين البراموسي. طب اتفضل اقعد هنا عقبال ما تخش. يزيد فضلك يا حبيبي. سلام ونعم. سلام. بتقول مين؟ أبونا مين البراموسي هنا عندنا في المكتب؟ وسايبه بره، قول له اتفضل يا بني ادم. سلام ونعمة. أبونا مين البرنوسي؟ أنا مش مصدق عيني. معقولة أبونا مين البرنوسي جاي يزورني في المكتب؟ اتفضل اتفضل. طب أنا كنت خايف لا تكون نسيتني. مين في مكانتك ومشغولياتك يفتكر راجل غلبان زي حالاتي؟ معقولة حد يشوفك وينساك؟ أنت عظيم يا أبونا. العفو العفو يا سيدي. حاجة عجيبة أوي، أول مرة أشوف الدكتور حسين بتاعنا يهتم بواحد في المنطقة ده. مالك أنت بالدكتور اللي بيستقبله ولا بييجي ولا ما بيجوش؟ إيه حكي في حالك يا أخي؟ إبني يلا إبني يا أخي. من يوم ما استقبلتني في المغارة اللي أنت كنت قاعد فيها من 3 سنين كان بدير البرموس، وأنت عارف ده؟ أظن يوميها كان معاك الراجل الأعرابي وزير الأمريكاني اللي هو مدير كلية اللاهوتيل في نيويورك، صح الكلام؟ وخرجوا من عندك وهم مبسوطين. الحقيقه المعلومات اللي انت اديتها لي ممكن تقيمة جدا. انت بصراحه رفعت راس الرضوان وشرفت مصر. الكارت اللي اديتهوني يوميها لسه معايا محتفظ بيه. بس بص بقى يا دكتور حسين، انا عارف ان انت وقتك مشغول ومش عايز اضيعه لك، وخلاصه العباره انا جاي قصدك في خدمه. لو كان بايدي ما تاخرش عني. جنابك طبعا عارف الطواحين الموجودة في جبل المقطع. الطواحين اللي اتبنت أيام محمد علي؟ طبعا عارف. طيب أنا بقى يا سيدي عايز أسكن في واحدة من الطواحين دي، ها؟ إيه قولك؟ بس ده مكان مهجور، وبعدين دي آثار وعمرنا ما أجرناها لحد. طب معلش، طالما الموضوع مش في إيدك، أنا هاخد بعض وأمشي، وكفاية إني خدت بركة لما شفتك. يا زكا فندي، انا اقدر اتاخر عنك. يا زكا فندي، انا عايزك تكتب عقد باسم الراهب القس مينا البرموسي،
يديله الحق في انه يسكن في واحده من الطواحين اللي في حوش ابو علي. نعم، يسكن في الطاحونة. ايوه يسكن في الطاحونة، ويكتب في العقد ايجار شهري نص قرش سعر 5 مليمات لمده 99 سنه. نعم، نص قرش سعر ومده العقد 99 سنه. ذاك فندي هيحضر لك العقد. مبروك يا ابني. هي طلبات دي مش هتخلص كده يا مينا. عاوز ايه تاني؟ قداستك دايما بتحن على اولادك يا سيدنا، وانا طالب منك الحل والبركه. خير يا ابني. انت عارف طبعا يا سيدنا ان بعد ما سبت مغاره وادي البطرون اللي كنت قاعد فيها، سكنت بشكل مؤقت في اوضه في دير الملاك. ونويت بمشيئه ربنا وموافقتك ان استقر بقى في الجبل الشرقي نواحي دير الملاك الغربي. ربنا وفقني كده لطحونة من طواحين الهوا اللي هناك. هعملها قلية محدقة وهعيش فيها. بس دي قصر يا ابني، ومحدش هيسمح لك تعيش فيها. طب واذا كنت خدت ترخيص من مدير القصر كده اتحدد بقى يا سيدنا. والايجار ايه؟ حاجة قليلة خالص رمزية، نص ساعة كل شهر. بس المكان ده بعيد عن الامراض، في الخلل. يعني لا باب يحميك من ديابة الكباري، ولا سقف يغطيك من برد الشتاء. أرجوك يا سيدنا، أنواع في حروب شيطانية كتير، والأفكار الرضية بتهاجمنا طول الوقت مش عايزة تسيبني. وعندي إحساس إني لو سكنت في المكان ده على قد قساوته، لكنه هيديني تعذير كبير أوي أنا فعلا محتاج له. طب قولي الأول، أنت متأكد إنك هتقدر تدفع نص قرش سعر غير الطاحونة ولا بعتولك من البطرية؟ أصلا أنا عارفك ما بتحبش تشيل فلوس معاك. سيبك علينا يا سيدنا، مستور اشكر ربنا. روح يا ابني عيش وحدتك، ربنا يبارك لك ويحافظ عليك. ربنا يحفظ لنا حياتك يا سيدنا. هيصدقوني مش مصدق يسلمون مش حد جاي. ايش حصل يا ابن ادم؟ ايش من ولادك ما بتمشي معاك ليه؟ كنت كاسب ليه مش عوام؟ لكن في روحك يا ابونا اللي بيخدم الكنيسه زي التيمورس بيه دايما بيتمتع بصلوات القديسين. ربنا يخليك لينا. هو ابونا مينا حول القداس النهارده؟ ابونا مينا عمره ما فات قداس في الكنيسه. اصل انا ما شفتوش بعد القداس. ما هي دي عوايب التيمورس بيه. أول ما يخلص القداس ياخد بعضه ويمشي على طول. لو عايز تاخد بركته روح الأوضة اللي بينام فيها جنب الكنيسة. حقيقة يا سيدنا. أبونا مينا بقاله أسبوع ما بينامش خالص. غريبة. أمال بينام فين؟ أنا هعرف إن طريقتي بينام فين. يا راجل، بقى هنقعد في الطاحونة بنهار في الطل. انت متأكد من الكلام ده؟ بقول لك مدير الاثار كان ابنه ووراني العبد بنفسه، وصاني عليه وقال لي اي طلبات دي عزه تنفذها له. يبقى ما عليناش مسؤوليه، وقول لك يومين ولا ثلاثه ويهج من هنا وما يرجعش تاني. ادي ولغايه ما يهج من هنا لازم كل يوم الصبح اشيل صفيحتين ميه على كتافي واطلعهم له لغايه الطاحون. ايوه ما ده الحكايه ده. وعليك مدير القاب يا راجل افهم، بقول لك مدير الاثار وصاني عليه، وانا لولا ان الراجل يعرف ربنا ما كنتش وافقت اشيل له الميه وطالع قال. مش يمكن يكون ربنا شايل لك ثواب تاخده في الراجل ده؟ عندك حق. ويعني هيجيب ميه منين في الخلق؟ يلا ثواب. اللهم اتفق الى معونتي يا رب اسرع معايده ليخدع ويبقى الظالم نفسه وليرتد الى الكرب والافكل الذي لا يبتغون اليسار وليرجع بخدي سريعا القائلون لي لو المال لا المال وليتهم ويفرح بك
جميل يا الذين يدرسون ويكون في كل قريب وخلق ثلاثة يتوارى أمه النار وأنت أنا كمسكين وفقير اللهم أعني أنت المعين والمخلص يا رب فلا تطع هللويا. قول لي يا رب هي لابس المحاولة دي فيها حد ولا بتاع؟ مش عارف الراجل ده ايه حكايته؟ بقاله كام يوم كده بيقفش من ابو الطاحون. وهي يعني الدنيا دي قد ايه؟ مالهاش غير الحته المقطوعه دي عشان ينام فيها؟ اهم حاجه غريبه. الخوف ده عادته تضربه بالهن واحنا ما صدقنا لقينا مكان بعيد عن العيون. طب بقول لك ايه؟ احنا من بكره نراقبه من بيت الميت ونفهم حكايته. الرب يوصل حياتي من الأسى الاحتراف الأشهر مني إلى كل لحظة ضيقي وأعدائي على الأسى من يحاربني جيش فلا تعبر عني بالحرب علي السلال وحسن سألت ما أقول لك أنس أن أسكن في بيت الرب ولا هي حياتي لكي أنظر بعين الرب وتفرس بها كلب مقدس لأنه أخذني في خيمته وصدرني بست مظلاته. أنا نفسي مقدرش أمنعه من حياة المهد اللي عايز يعيشها لأني أنا بشتاق لها. يبقى على الأقل تساعده علشان يعيش مدته في مكان مأمون يا أبونا. وهيجيله منين الأمان في مكان كله لصوص وقطاع طرق؟ الطاحونة لو جه سقف وبقى بيتقفل على أبونا هتبقى أمان. وأنا بصراحة كده جاي النهاردة عشان آخد موافقتك إني أتولى المهمة دي. كده يا ابني يبقى خير ما عملت وريحتنا من القلق اللي إحنا فيه وربنا يبارك لك في مالك. لازم تدخلوني المستشفى بدري. حطيتك انت؟ لا يا دكتور انا بره طالب في كليه الطب.
ليك زي وانت تمام. ارجوك يا عبدو طمني على حد ارجوك. ما تخبيش عليك، الحالة خطيرة ومحتاجة رعاية. طيب احنا ممكن ندخل المستشفى. مفيش داعي، الحالة دلوقتي مش كويسة على شاب. انا هكتب له عليك واتمنى انك تدور لي في موعدها. ربنا معاك. اتفضل اتفضل. لا لا حاول تكوني اقوى من كده، اختك صغيره ومحتاجه وفي جنبها. على العموم انا هروح اشتري الدواء، ولو احتجت اي حاجه يبقى عليا. شكرا بس ما تنسيك على وفي جنبك. ما تقوليش كده، انا زي اخوك. انت ناس اللي احنا هربانين من حكم هياري.
لو حد لمحنا من اللي احنا قلبناه امبارح هيبلغ. وانت عارف الباقي بقى. لا الدنيا برد وانا ما اقدرش على نومه البرج. صباح الخير يا ابويا. اي خدمه؟ اه يا ولاد انا ضغطت الطريق ومش عارف امشي منين. انت هتروح فين يا خال؟ اه العنوان معايا اهو. طلع حسان الفيوبي عزبه الرمايبه جبروش ابو علي. انت تعرف حسان الفيوبي ده يا خال؟ وانا عمري شفته قبل كده، بس انا جايب له امانه من واحد بلدياته. امانه؟ اه. انت عارف حسننا يبقى مين يا خال؟ يبقى مين؟ يبقى عمي. عمك انت عمي. اه يا محسن الصوت يا محسن الصوت. يا سلام. انت الدنيا صغيره قوي يا جدعان. انت راجل ابن حلال وطيب. الله يخليك. عشان كده ربنا وقف لك ولاد الحلال. خد وصلوا لعمك. تعالى يا خال. ده انت ربنا بيحبك. تعالوا معانا يا رجاله، احنا لازم نهدم الراجل الطيب ده. تعالى 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 علشان يكون ليا نصيب في بركة الكنيسة اللي اتبنت في الطاحونة. الكنيسة دي كانت أمل كبير وطلبت من ربنا إنه يتحقق. وربنا استجاب لصلواتك، وبكرة إن شاء الله هترفع بإيدك البخور في أول قداس. نعم ربنا كتير يا أبونا، بس لله حق. إنما قول لي يا أبونا، مين الشماس اللي هيكون معاك في القداس؟ مفيش غير عم مليك. هو لو كان بصحته ما كانش يتأخر. مليك يا ابونا صابه مرض كبير، والدكاترة بيقولوا ان حالته بقت ميؤوس منها، ودينا كلنا بنصلي له علشان ربنا يخفف عنه. ما لناش غير راجل مفهوم يا ماما.
هو الأب والأم. أرجوك إيه دي؟ أنت كده بتصعبي على نفسك الأمور وعلى أختك الصغيرة. مش تديله الإبرة النهارده؟ الدكتور قال مفيش داعي. جسمه ما عادش يستحمل الإبرة. وإحنا مش عايزين نتعبه في آخر أيام. أنا إن شاء الله بكرة هتصل أعملك في البلد. معلش إني أقف جنبكم في الصور دي. Thank you.
ما تخافش على بناتك يا عم بيكا، ربنا يحميهم ويدي طول العمر كمان لحد ما تجوزهم. يا رب يسوع المسيح ويدفعك كتر خيرك يا ابويا. وانت كمان يا عم بيكا القربانه دي هتاكلها كلها، تحكي منها وانا فتفوت امسك، بس ما تسيبهاش في الهوا لحسن تنشي، وانت ما عندكش سناب يا راجل يا عبود. يا ريت يا ابونا، انا بقى لي يومين الاكل ما دخلش جوفي. لا ما تقلقش، هتبقى تمام التمام، ربنا يدبر مصالحك. مش عايز مني اي حاجه؟ كتر خيرك يا ابونا. طيب سلام. سلام يا عم ابونا. اوه نسيتني اهم حاجه كنت جاي لك عشانها يا حبيب ابوك. بكره بمشيئه ربنا انا هعمل قداس في الطاحونه الساعة 7 بالتمام، عايزك تكون عندي الساعة 4 قبل الفجر ما يشعشع عشان نعمل التسبيحة ونقبض القربان. خليك فاكر اوعى تنسى، الساعة 4 بالتمام تكون عندي في الطحون، ما تعورش علي. ها يلا ربنا معاك. يا رب الله يسوع المسيح، اجعلني يا رب اعلم السلوك في طريق القديسين، ثبتني على الامام القويم، وهني دائما يا رب لا اكترث بشهوات هذا العالم وسطور بذل جناحيك. احفظني واعد ضعفي، انا الضعيف المحتاج، المشتاق لرحمتك يا رب يسوع. كي يبتعد دائما في لقائي بقوة المسيح. ارحمني يا رب، ارحمني يا الله وخلصني، اللهم ارحمني على خاطي، اللهم ارحمني على خاطي. لسه نايم يا حبيب ابوك، انا مش قلت لك تجيني الساعة 4 بالتمام؟ يلا قوم شغل، انا مستنيك. صعب تعبان، لو تأخرت عليه هيزعل مني. كتر خير يا حبيبي، كتر خير. بابا انت متأكد انك بخير يا بابا؟ ايوه حبيبتي، انا من ساعة ما كنت بقول وانا حاسس الحمد لله صحتي يا زي البوم، الحمد لله اشكرك على فضلك يا رب. بابا لو اديني شاكرت اديني شاكرت، اشكرك على فضلك يا رب. بابا شاكرت كتر خير يا بنتي. العصاية بابا العصاية. كتر خير يا حبيبتي، اشكرك على فضلك يا رب، اشكرك على فضلك يا رب. يا سلام يا رب، البس التوت مع الصناعة بتاخد عشان تحضر والناس معانا، ما تتأخرش عن الساعة 7. الفجر قرب يطلع واحنا مش لاقيين، ويا ريت ما خلصنا مراجعة، كلية الطب دي عايزة مذاكرة ليل نهار. على العموم أنا هاجي لك بكرة عشان نكمل. لا 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 بكرة مش هينفع. عم بديك جرب وأنا تعبان. شكله كان بيوجع ولازم انطر جنبالات في صوتي. ربنا يشفيه ويساعده يا رب. بالذات حسبيات تبقى حصلنا على الطحونه عشان تقدر معانا بس الساعه 7. ها؟ الراجل ده قام يسمع على السرير. يا عم ليه؟ هتفضل كده واقف تتفرج على ايه؟ سلام ونعم يا استاذ ابونا. النعم هتدورها لما تلبس التانية وتبقى مستعد. ها انا خلاص خلصت عجينة. قبل ما نعمل التسبيحة يكون العجين خمر، ننزل نخبز القربان بتاع القداس. ما تتصورش سعادتك دي يا مونة
لما بنعمل قداس هنا في الطاحون. خلص يا عم مليك، كملت الهوا كلام. قول يا ولد مؤمن وسبح رب القوم، لكينا لنا بخلاص نفوسنا، عندما نقف امامك جسديا افزع عن عقولنا الامي الرسمي. تعالى نخرج من هنا، كفايه احنا فيه، احنا مش ناقصين.
هو فين الباب اللي احنا خدنا منه؟ احنا خدنا من ايه؟ صبحتين مية
أربعة صفائح مي وربع تكون حيث مي زيادة من حاجة. أربعة أيوه أربعة أيوه أربعة أربعة أيوه. وفي رأس أمونة الرمي مهي برمينا من الوجه. يلا هتقدري تطلعي الجامع وانت شايلة الواد كده؟ لا مش وقت طويل قوي، هو احنا بس اللي طالعين؟ ما كل الناس طالعين خارجين بالديبيس وطالعين ياخدوا بركة ابونا منها في الطاحون. ده هما طالعين بطولة لكن انتي شايلة. بقول لك ايه يا ولاد، ابونا مينا ده راجل بركة كبيرة وكل الناس بتتكلم عن معجزاته، ومين عارف مش يمكن يصلي له ويرجع يقف على رجليه ويمشي زي ما انت لقيت. خليكي كده على كلام الناس، لازم ما تكلمي نفسي كل اللي يجي معاكي. وانت مش جايه معايا يا ولاد؟ بس انا سايبه العيال في البيت لوحدهم نايمين وخايفه عليهم. بس هعمل ايه؟ ما اقدرش اسيبك لوحدك. امري لله، هاتي بقى عنك شويه. ربنا معاك ربنا معاك. تشفادي تاتون الله يخليك يا حبيبي. انا ما خدتش لقمه البركه يا ابونا. لما تكوني جايه القداس ما تخافيش على اولادك، ربنا يحفظهم. انا كنت انت ما كنتيش عايزه تيجي من اصله، بس من النهارده يا اولاد هشوف كل يوم حد في القداس. معلوم؟ معلوم. يلا ربنا يدبر مصالحك. وانت يا واد قاعد كده ليه؟ قوم في الزواحيل خد لقمه البركه. انا اوكي يا ابونا. انت ما بتسمعش كلام ليه؟ بقول لك قوم اقف على حالك بدل القعده اللي انت عايزها دي. يلا قوم. شوف قدام كل الناس واخرتها اخرتها اخرتها. اسمع انا عندي فكره. الحل؟ انا بص خالد عند حل كبير قوي، خليك تبين شابه في الراجل ده واللي معاه كان المدير الجديد بتاع الاسرار، مدير الاسرار العربيه. شكوى؟ وهتقول بقى فيها ايه يا اخويا؟ هنقول فيها الطاحونه اتعمل لها سقف وباب ودور تاني، ودي حاجة مالناش عنها بتاع الأسرار العربية، ما يوافقش عليها. إيه ده؟ إيه الأفكار دي؟ عقلك، عقلك ما وردش في أي حد في الشلة كلها. الكلام اللي في الشكوى ده مظبوط. يا سعادة البيه، الطاحونة ليها عقد إيجار مصر، وصاحبها هيقعد فيها. أنت عارف إن إحنا كنا عايزين نبني استراحة في المكان ده؟ فبدل ما تبني واحدة ونكلف الدولة، طب ما نحط سريرين وكام كرسي في الطاحونة؟ هم بيقضوا غلط. طب والعقد هنعمل فيه ايه؟ من حق المصلحة تسترد الطاحونة في أي وقت، خصوصا لو كان فيها موارد. الشكوى اللي قدامي بتقول إن تم فيها بناء بالفعل، وده مخالف للوائح والقوانين. اللي تشوفه سعادتك. جهز لي عربية هتروح هناك، وأنا هروح بنفسي أخلص الموضوع. بالصبع فين عدوا علينا زي ما بيكونوا سبع ليال؟ تفتكر بعد العمر ده كله لسه هفكر في العيال؟ انا خلاص ما عادش عندي امل. الامل كبير في ربنا، ده كلهم بيتكلموا على ابونا مينا المتوحد وصلواته المقبوله عند ربنا. الامل الحلو واللي فيه خير عند ربنا. ما امبارح تفضل سهران طول الليل تدخن الكيف اللي ما يتسمى ده، والنهارده رايح لابونا عشان يصلي لك. وماله يا اخي؟ باب التوبه مفتوح للكل. ايوه بس المهم تتوب فعلا وتبعد عن شيلة السوق دي اللي هتضيعها. بقول لك ايه؟ انت تعمل لي فيها مصلح اجتماعي. اطلع اطلع ناخد البركه وعيد. اللي طالع يا سيدي. فك التكشير اللي على وشك دي، شكلك وحش كده. حلمي يا ابويا. يا حبيبي انت قلقان ليه؟ ده كلهم سبع سنين، في غيرك بيستنى بالعشره. وبعدين ما تزعلش،
ربنا هيديكوا بس تسموه مينا. بركتك يا ابونا مينا، ربنا يسمع منك. يلا حبيبي البركه يا ابونا. لا انت ما تستحقش البركه، اللي عايز يدخل من باب ربنا لازم ينظف قلبه ويغسل ذنوبه بدموع. روح يا ابني توب واعترف وتوب انت على فضلهم البركه. هو جه يا اخوان
يفتحه. عيب كده الراجل واقف على الباب. ايه في قلت حاجه غلط؟ الامتحانات على الجواب. وانا متاكد وعندي ايمان ان لو ابونا مينا صلنا وباركنا اكيد هننجح وهنجيب مجموع كبير. حتى لو ما بيذاكرش؟ نحن عشان نستحق البركه لازم نعمل اللي علينا ونذاكر كويس. يبقى انا كده لازم اذاكر. طب يلا بنت شويه عشان نلحق نركب. انا مش مصدقه ان ربنا سمح لي ان انا حي واشوف الراجل البركه ده. ما بيصلي كل يوم قدامي وبيعرف الناس اللي جايين وجايين ليه عشان ياخد بركه. شوف يا واد انت هو ربنا يحب اللي بيطلع وطبعا لما يذاكروا كويس ربنا يقف معاك ويبارككم مفهوم؟ شكرا يا شباب. شكرا يا عبد. انت يا ميري ام صغير عشان ربنا يقدرني واعمل قداس كل يوم. هو اسمه ايه؟ وبعدين عرفت اسمه ايه؟ بس انا مش شايف اي سبب للقلق اللي انت فيه ده. بلاش ازاي؟ دول تلات ايام ولازم افضل مستقبلهم قبل ما ربنا يفتكرني. يعني هما القلق والفكر اللي انت فيهم دول هما ده اللي هيضمنون مستقبلهم؟ اللي زي حالاتي لازم نبص لقدام عشان مستقبل العيال. تعال ناخد البركه. وادينا وصلنا. وادي ابونا مين؟ يا ابونا مين احنا كنا بس جايين لك عشان كن مطمئنا جدا جدا ولا تفكر في الامر كثيرا بل دع الامر لمن بيده الامر. بقى بعد الطاحونه ما اتبنت وبقت مزار للناس ياخدوا منها بركه عايزين يقتوها ويعملوها استراحه. صدقني يا ابونا المعفور المكان ده بالذات غالي جدا على ابونا مين وصعب يخرج منه. وبعدين يا ابونا هنعمل ايه؟ احنا لازم نتحرك ونقف جنب ابونا مينا. طمنه. ازاي ابونا مينا ده ما يتخافش عليه؟ اللي بيسبح وسط السواح والقديسين اكيد ربنا هيقف معاه ونحوطه ويبعد عنه اي ضعف. ايه بس مالك يا ساتر؟ هي مشاكل الشغل دي ما بتخلصش ابدا. موظف دايما كده. كل ما بيعرف نصيبه كل ما بتزيد مسؤوليته. وانا عليا حمل تقيل ومسؤولية كبيرة. بس انت المرة دي غير كل مرة. انت من ساعة ما دخلت من باب الشقة وانا حاسة انك متضايق ومش زي عوايدك. فعلا المرة دي بالذات واحد عكر دمي وتحداني قدام كل الموظفين. لكن انا هعرف ازاي اوقف عند حده. انت بتتكلم عن مين؟ واحد من رجال الدين كان المدير اللي قبلي تعطف عليه واداله مكان في طاحونه من طواحين الهواء. ولما جيت طلبت منه يسلمها للمصلحه رفض وافتكر ان انا بتجنى عليه. طب بس هدي نفسك وخد لك بقين كده من العصير وتعالى حاول تنام بقى شويه. انا مش هيجيني نوم الا لما اخرجه منها واعرف ارد كرامته قدام كل الموظفين.
ايه يا عم ملاكه؟ اتأخرت ليه على وقت التسبيحة يا حبيب ابوك؟ حبيبي يا ابونا انا ساعات متأخر. يعني انا نازل لوحدي. هما اللي كانوا بيسبحوا وراحوا في ناس مش معايا. لا هينزلوا ولا يطلعوا. يلا يلا شاهي ورانا شغل كتير. اصبروا بس عليا لما فوق هبقى زي الفل.
دلوقتي خالص، كلها 20-30 سنة وابقى جني مصور. مساء الخير. هنستناه، وأول ما نتأكد إن الواحد في الطحونة. مالك يا ماشي؟ تفكر في إيه؟ أفكر في اللي إحنا فيه، في العيشة اللي إحنا عايشينها. تعرف يا سعيد، الراجل في الطحونة ده غريب أوي. ليه بتقول كده؟ لأني دايما كل ما بشوفه بحس اني مرتاح، مش شايف الدنيا مو زينا. كل ما نمشي نكفت ورانا. يا نفسي احس بالراحه، نفسي مشاش الدنيا زي الراجل ده. انا حاسس بالقوه، حاسس بكل كلمة عايز تقولها. أنا موافق على كل كلمة. أنت بتفكر في نفس الموضوع؟ أيوه. أنا خلاص خدت قراري، ويا إما ناخدها بالحلال من جوه أحسن. السلام يا ولادي. أبو نمينة. أبو نمينة. إزيك يا سعيد؟ إزيك يا كمال؟ إحنا كنا كنتوا ماشيين في الطريق اللي كان لازم تمشوا فيه من زمان. الحمد لله. الحمد لله. خد يا ولاد. إحنا وأنا مسامحكم، دي حاجات جابها لي بلد الحلال، أنتوا غلابة ولا بيها. يلا. ربنا معاكم. بتعبت علينا بعد كل اللي عملناه معاك. ربنا يدبر مصالحكم. يلا يلا ربنا يخليك. ربنا يخليك. يلا 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 يلا. مش عايزه تنزل، بقالها حتى اسبوع وديناه ثلاثه الحفره، مش عارفه اعمل ايه، مفيش نتيجه، مش عارفه اعمل ايه. اسمعي يا ماما، انت تاخدي بعضك وتروحي لابونا مينا في الطحون، وتطلبي منه انه يوصلي للوقت، وانا متاكد ان شاء الله ان الشيف هيجي على قديم. انت تقصد ابونا مينا البراموسي اللي كلمتوني عنه؟ ايوه ابونا مينا البراموسي. هو في زيه؟ ده اللي ربنا دايما يستجيب له ويسمع صلواته. ده من سنتين زي اليومين دول رحنا له وقال لي ربنا هيديك وقت بس تسموه فينا. اسكندرية وبطريرك الكرازة المرقصية 116.